أحسن الله إليكم هذا يقول بارك الله فيكم يحدث مبالغات في دعاء القنوت نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت وهل له أدعية مخصوصة وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر؟ دعاء القنوت مشروع نعم بعد بعد القيام من الركوع ولكن الواجب التوسط فلا يطيله إطالة تشق عليه وعلى المأمومين ولا يخففه تخفيفا يحرم نفسه ويحرم المأمومين من فضل الدعاء بل يتوسط في ذلك في دعاء القنوت نعم